خفة الدم المعروفة اللي كلنا عشنا معاها أحلى الأيام وأجمل الضحكات. وحيد سيف برنس نجوم الكوميديا اللي قدر ببساطة شديدة وبأسلوب سهل يشبه المصريين يرسم البسمة على كل وجوه محبيه. أعمال كتير في السينما والدراما والمسرح، خفة دم وتلقائية، كان له بصمة حقيقي كبيرة في الفن المصري وقدر يحط اسمه ضمن أهم الكوميديانات. مصطفى سيد أحمد سيف اللي هو وحيد سيف. الحكاية اللي كتير ما يعرفوهاش انه غير اسمه من مصطفى سيد احمد سيف لوحيد سيف عشان كان بيحب فريد الأطرش، واصله فريد الأطرش قدم ادوار كتير كان اسمه فيها وحيد. الحقيقة مش احنا بس اللي كان بيضحكنا وحيد سيف، حتى زملائه كانوا ما بيقدروش يوقفوا الضحك لما كانوا يعرضوا اي مسرحية ويبقى فيها مشهد يجمعهم مع وحيد سيف. في مرة سألوا سعاد نصر وسألوا كمان الأستاذ عادل إمام، قالوا لهم مين بيضحككم على المسرح؟ ردت سعاد نصر ورد الأستاذ عادل إمام وقال لهم طبعا وبلا شك وحيد سيف. الحكاية بدأت في اسكندرية لما كان وحيد سيف في جامعة اسكندرية وقابل سمير غانم الطالب اللي في كلية الزراعة، وعملوا فرقة ثلاثية مكونة منهم الاثنين سمير غانم ووحيد سيف وطالب الطب عادل نصيف اللي هاجر بعد كده أمريكا، وسموها إخوان غانم، ودي اللي كانت هتبقى أو تقدر تقول بذرة ثلاثي أضواء المسرح. لكن وحيد سيف معرفش بسبب الظروف ينزل للقاهرة وفضل قاعد في اسكندرية، فانضم للثلاثي اللي هو أصلا إخوان غانم جورج سيدهم والضيف أحمد الله يرحمهم الاتنين، ومعاهم كمان سمير غانم الله يرحمه، وكانت ثلاثي أضواء المسرح. وحيد سيف لقبوه بالغول في المال والبنون والدكتور خبير الشحاتين في المتسول، ومن كلية الأداب في جامعة اسكندرية وفرق التمثيل في مسرح الجامعة لغاية محامي خلع وشارع محمد علي وسيد العاطفي والمال والبنون، مشوار طويل لوحيد سيف. وحيد سيف هذا الكوميديان الجميل كان له فلسفة. أيوة كان له فلسفة في الكوميديا، إحنا مش بنطلع نضحك الناس وخلاص، لكن وحيد سيف قال أكتر من مرة إنه الاجتهاد في التمثيل وعدم اليأس. في ممثل بييأس من الجمهور، يعني لو في ليلة مسرح والناس مش متفاعلة قوي لازم الممثل يشتغل على كده. عشان كده والكلام لوحيد سيف كنا ساعات نشوف من ورا الستاير عشان نشوف الناس النهاردة شكلها إيه، شكل جمهور الليلة إيه، ونحكم على المسرح من دخلة أول زميل في المسرحية داخل. ومن هنا كان بيبقى مطلوب من كل حد داخل بعد الممثل ده إنه يعلي الضحك. طب يا عم وحيد سيف ايه سبب ان جمهور الليلة دي مثلا يبقى كئيب وزعلان؟ فحكى وحيد سيف وقال ساعات نبص نلاقي فعلا الناس مش عايزة تضحك، تحس ان هم جايين غلط وتبقى ليلة مش مظبوطة، تحس ان هم جايين غصب عنهم. انا بقى والكلام لسه الوحيد سيف متعود على الناس دي قوي، عشان كده بيسموني الغول في الكوميديا. كنت بطلع على المسرح ببقى مستفز جدا، اكلمهم على طول واقول لهم اصحوا معايا ربنا يكرمكم، ولو قلت افيه والناس ما ضحكتش عليه زي ما انا متوقع اقول لهم ايه يا اخوانا انتوا ايه اللي جابكم الليله دي. الغول الفنان الجميل وحيد سيف ساب لنا بصدقه وتفرده في تقديم الكوميديا مع جمهوره بصمه وبسمه، عشان كده يستحق معانا النهاردة وبجدارة لقب أحد ظرفاء العصر.